بعد عامين من الإعداد العالي والتدريب الممنهج، باتت قوات خفر السواحل اليمنية بمحافظة حضرموت قادرة وبصورة فعالة على تأمين 350 كيلومتر، هي طول سواحل المحافظة بعد إعلان التحالف العربي تسليم المهمة إليها، ضمن خطة استراتيجية لإنشاء قطاع خفر السواحل بالبحر العربي يضم 4 محافظات هي شبوة وحضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى. تسليم خفر السواحل اليمني مهام تأمين سواحل محافظة حضرموت، فقد حان الوقت للاعتماد عليه. قامت قوة الواجب المشتركة 291 بتدريب عدد 26 ضابط وعدد 398 فرد ودعمهم بعدد 12 زورق بحري سريع فئة M10 وعدد 20 زورقا بفئات مختلفة، كما تم إعادة صيانة زوارق الحرس التي أتلفت من قبل تنظيم القاعدة، إضافة إلى بناء نقاط رادار ساحلية على طول الشريط الساحلي متمركزة في ميناء المكلا وميناء بقشان وميناء الشحر وقصيعر. تمتلك اليمن شريطا ساحليا بطول 2500 كيلومتر تنقسم على 3 قطاعات بحرية، هي قطاع البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وهي بمثابة السياج الأمني الأول لمنطقة جنوب غرب الجزيرة العربية، ما يجعلها وفي ظل حالة الحرب الأهلية الدائرة والانفلات الذي تعيشه البلاد منذ سنوات معبرا نشطا لعمليات تهريب الأسلحة والممنوعات وحتى البشر إلى البلاد والدول المجاورة لها. بدأنا في الفترة السابقة تدشين العمل في محافظة المهرة وفي بعض المراكز قطاع البحر الأحمر بما فيها من الجزر الهامة لمنع استغلالها من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية والضمان سلامة الملاحة الدولية، ومطلعين لتعزيز دور وحدة خفر السواحل في هذه الرقعة الجغرافية الهامة من السواحل الشرقية الجمهورية اليمنية، من أجل توفير بنية بيئة بحرية آمنة وتأمين المنشآت الحيوية والمواجهة كافة التهديدات منها التهريب الأسلحة والمخدرات والممنوعات ومكافحة القرصنة البحرية والهجرة الغير شرعية والاصطياد الغير قانوني. الموقع الجغرافي لليمن وقربها من خطوط التجارة البحرية العالمية جعل من تأمين تلك المنطقة ودعم هذه القوات محط اهتمام دولي وأقليمي، وهو اهتمام لربما بدا واضحا بمشاركة السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر حفل إنشاء المنطقة الثانية من قطاع البحر العربي، وإسناد حمايتها لقوات خفر السواحل اليمنية بدلا من القوات المشتركة 291. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.